بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المتابعين، التواصل يستمر والانطلاقات مستمرة، شوط يتلو الآخر. متمنين للجميع الأخوة المشاركين بالتوفيق والسداد والنجاح من هذا اليوم 2 من شهر يناير لعام 2024. ينطلق الشوط 21 لسن الحقائق والقعدان، ومسافتنا المغررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة هي 4 كيلومترات، هي المسافة المغررة لهذا الحدث الكبير والمتميز. هكذا أيها الإخوة المتابعين، مباشرة مع أول الأسماء وأول الانطلاقات الأولى الذي يندفع فيه الصداوي سيف بن راشد بن خادم الهاشمي، ينطلق بانطلاقة الصداوي في المراكز الأولى، ثانية المراكز. شوف التدخل والتغير من جانب الآخر، الوصول من الباهر حمد بن سالم بن يابر الوهيبي من يقدم لنا الباهر مع المركز الثاني، ثالث التحديات وثالث المراكز، الواصل والقادم مع المركز الثالث، القادم والواصل مع المركز الثالث. مغذي ابراهيم بن علي بن سلطان المبيحسي من يقدم لنا مغذي مع المركز الثالث، رابع التحديات ورابع المراكز. الوصول والقدوم من هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري من يتقدم بانطلاقة هملول باندفاعة هملول مع المركز الرابع، خامس المراكز. الوصول والقدوم مع المركز الخامس من ماي هاب سالم بن فايل بن علي العويسي من يقدم لنا ماي هاب مع المركز الخامس، سادس المراكز وسادس التحديات. الوصول من شاهين أحمد محمد بن سيف الدرعي من يقدم لنا شاهين مع المركز السادس، سابع المراكز وسابع الأسماء، الواصلة والقادم مع المركز السابع. الوصول والقدوم، القادم مع المركز السابع، الواصل الصداوي، الصداوي سيب الراهب الخادم الهاشمي من يتقدم مع المركز السابع، لكن عوده مع البداية، عوده مع المقدمة، عوده مع الصدارة الأولى وانطلاقة الأولى بإبداعات مايهاب سالم بن فايل بن علي العويسي، يتقدم بانطلاقة مايهاب في الصدارة الأولى. ثاني المراكز، الواصل الباهر حمد بن سالم بن يابر الوهيبي من يتقدم بانطلاقة الباهر مع المركز الثاني، ما بين ماي هاب وما بين الباهر اولا وثانيا، ثالث المراكز. الوصول والقدوم مع المركز الثالث، الواصل مغذي ابراهيم بن علي بن سلطان الم بيحسي احد ممثلين هذا الميدان من يتقدم بانطلاقة مغذي مع المركز الثالث، رابع التحديات ورابع المراكز. الوصول والقدوم من هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري مع المركز الرابع، خامس التحديات، الواصل والقادم مع المركز السادس الصداوي سيف بن راشد بن خادم الهاشمي من يتقدم بانطلاقة الصداوي مع المركز الخامس، سادس التحديات. الوصول من شاهين أحمد محمد بن سيف الدرعي، وأيضا الوصول مع المركز السابع، القادم والواصل. هنا قماري، نعم، سالم بن سليمان بن عامر السعدي من يتقدم بانطلاقة قماري، لكن عوده مع البداية، عوده مع المقدمة. 1500 متر متبقية عن خط النهاية، متبقية عن خط النهاية لنيل الفوز والانتصار، لا زال في المقدمة. غير مايهاب سالم بن فايل بن علي العويسي يتقدم بانطلاقة مايهاب وسلالة مايهاب في البداية الأولى والصدارة. ثانية المراكز، الوصول والقدوم من الباهر حمد بن سالم بن يابر الوهيبي من يتقدم بانطلاقة الباهر مع المركز الثاني، ثالث المراكز، الواصل والقادم مع المركز الثالث هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري، ثلاثية
الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وبدت الأسماء بالتغرب. بدينا بالهبوط، بدينا بالهبوط. الرصد الواصل، الرصد القادم مع معرف، بدر بن حميد بن محمد الدرعي بانطلاقة معرف مع المركز الثالث، وأيضا الوصول والغدو من جانب الآخر. الواصل قماري سالم سليمان بن عامر السعدي. الله 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 الله، جولة الأوامر وجولة التعليمات، ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما شاء الله وتبارك الرحمن. بانطلاقة معرف، معرف، وأيضا الوصول، الوصول هنا من الباهر حمد بن سالم بن يابر الوهيبي، ولكن أيضا من جانب الآخر ما شاء الله هملول هملول هملول. هنا محمد بن سعيد بن خويطر العمري، بن خويطر، بن خويطر، بانطلاقة هملول، باندفاعة هملول. الله 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 الله، هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري، العمري، العمري. تهانينا تهانينا وناموس نزف بها من هذه اللحظات لمالك هملول واندفاعة هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري. مشكور يا ابو سعيد، مشكور يا ابو سعيد على هذه الابداعات المتميزة بانطلاقة هملول والسلالة الهملولية. تهانينا وناموس هملول من يظفر بشوط 21. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري ثاني المراكز، كان الوصول من مايهاب. تهانينا والناموس لمالك ثالث المراكز، كان معرب بدر بن حميد بن محمد الدرعي. تهانينا والناموس لمالك هملول محمد بن سعيد بن خويطر العمري على هذا الفوز والانتصار.